بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حواء عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. زي ما انتوا شايفين معانا مكونات بسيطة جدا جدا. هنعمل معجنات، هنعمل ايه؟ هنعمل الشريك الاقتصادي، تمام؟ احنا عملناه مع بعض قبل كده وعاملينه بمكونات غنية ومفيدة، يعني عاملينه مضيفين له الحليب وضيفين له البيض ومكونات كتيرة وكمان حليب بودر مع الحليب السائل، تمام؟ بس النهاردة طبعا نظرا للظروف الاقتصادية اللي الكل بيمر بيها وغلاء الأسعار وكل حاجة بقت خلاص، ربنا يحفظنا جميعا يا رب ويرحمنا من الغلاء دوت، فاحنا قررت يعني ان انا اعمله لكم بطريقة اقتصادية جدا جدا، ما فيهوش لا بيض ولا فيه حليب ولا اي حاجة، يا دوب مجرد دقيق ومية وربع كوباية زيت. هتعملي احلى شريك للفطار، لعشاء مع كوباية شاي مع كوباية حليب للمتوفر عنده، يعني جميل جدا جدا، اقتصادي وسهل وبسيط بأمر الله. تعالوا الأول نشوف المكونات. احنا النهاردة هنعمل الأول نوعين من الخميرة. انا حبيت برضو المرة دي اعملها معاكم، ما اعملهاش قبل ما ابدأ من الفيديو، فقلت نعمل اول حاجة خميرة بتاعتنا. هنعمل خميرة الأولانية اللي هي بالخميرة البيرة، وبعد ما نخلصها هنشوف النوع الثاني من الخميرة اللي هنعمله للشريك بتاعنا النهاردة عشان تساعد على الرفع والتفاعل، لأن احنا طبعا ما فيهش يعني ما فيهوش بيض ولا فيه حليب، فهنساعد ان في الجو البرد دوت الشريك بتاعنا يختمر معنا بسرعة ويبقى هش كمان وخفيف، تمام؟ تعالوا نشوف أولا مكونات الخميرة بتاعتنا الأولى. أولا هنا معايا دول معلقتين من الدقيق، تمام؟ أهو على معلقتين من السكر، سكر الحبيبات العادي بتاع الشاي بتاعنا، يبقى معلقتين دقيق على معلقتين سكر على باكو من الخميرة، باكو كامل أو معلقة كبيرة، معلقة أكل برضو من الخميرة الفورية، تمام؟ أهو خلاص كده هقلب الأول المكونات الجافة بتاعت الخميرة ديت كلها كده مع بعض عشان يتجانسوا، ما يبقاش في حاجة إيه لما نضيف المية يعني بتاعتنا، ما يبقاش في حاجة لوحدها. خلاص أهو، وهبدأ أضيف عادي مية دافية من الحنفية او من الكاتل، اي كان عندك يعني سخن ومشغلاه هتملي كوبايه ميه دافيه. خلاص كده وهقلب كده لحد ما المكونات بتاعتي كلها تدوب في الميه، اديت كده حوالي نص كوبايه خلاص، وهقلبها كويس جدا وهغطيها وارجع لكم بنوع الخميره الثانيه. تعالوا بقى ايه نكمل بقيه مكونات الشريك بتاعنا بعد ما عملنا الخميره بتاعتنا اهي ورفعت معانا بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى ايه نشوف كميه ومقدار الدقيق اللي احنا هنستخدمه. احنا عملنا هنا اولا في الخميره حطينا باكو واحد او معلقه كبيره. الباكو في فتره الشتاء اللي احنا فيها ديت بياخد نص كيلو من الدقيق، يعني معايا هنا ده نص كيلو من الدقيق 500 جرام، تمام كده. ومعايا كمان علشان طبعا الدقيق بتاعنا ما فيهوش اي اطعمه او منكهات، يعني الحليب بيدي طعم، البيض بيدي طعم، فاحنا هنحط ورقه كده ايه، ورقه فانيليا تديني طعم للايه، للشريك بتاعي، تمام كده. ده الدقيق والخميره وطبعا رشه ملح. خلاص كده تعالوا بقى نشوف ايه بقى هنا تاني والخميره التانيه اللي انا قلت لكم عليها. بس الاول معايا نص كوبايه من السكر، النص دوت انا اخدت منه السكر اللي حطيته على الخميره دي واللي هنحطه على الخميره التانيه، وكمان تلت كوبايه من الزيت. بس كده ادي دي كل المكونات بتاعتنا، تمام كده. تعالوا بقى نشوف ايه الخميره التانيه. الخميره التانيه انا معايا هنا معلقه من السكر، تمام، ومعلقه من الدقيق، معلقه سكر على معلقه دقيق. هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم معلقه من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وكمان معلقه من الخل، وهنشوف التفاعل. وهي ديت الخميره الثانيه اللي هي ايه، اللي هي محسن الخبز او بديل محسن الخبز، تمام، بتديني تفاعل رهيب جدا وبتدي كمان هشاشان للعجينه والمعجنات والمخبوزات بتاعتنا حتى بعد الخبز بتبقى جميله جدا. تعالوا كده نحط البيكنج باودر ونشوف الخميره ونشوف الفوران بتاعنا كده. بصوا بقى دي معلقه ايه، البيكنج باودر، تمام، معلقه ممسوحه من البيكنج باودر هحطها كده وهقلبهم السكر والدقيق والبيكنج باودر. خلاص اهو قلبيهم كويس. خلاص كده هعمل ايه دلوقتي، هحط معلقه من الخل، معلقه كبيره كده من الخل. خلاص حط كده اهي معلقه كبيره، او نحط معلقتين، تمام، الخل كويس جدا للمعجنات. وهاخد كمان عليه ايه، معلقه ميه اهي، معلقه من الميه، وهقلبهم كويس جدا. شايفين بقى الفوران والتفاعل،
لو احتاج معلقه ميه تاني مفيش مشاكل اهو. بصي بقى شايفه، شايفة ما شاء الله، شايفة عمل معايا ازاي، شايفة ده كده ولا احسن محسن خبز تعمليه دايما تعتمديه في المعجنات بتاعتك، جميل جدا. شايفة الفوران ما شاء الله. يلا بقى نعمل ايه، نروح بيه على ايه، على الدقيق بتاعنا. ناخد كده اهو، نجيب الدقيق نحط عليه ورقة الفانيليا اللي احنا حطناها، وكمان نحط رشة الملح، رشة ملح اهي كده، ذرة ملح كده صغيرة. تمام، اقلب المكونات بتاعتي كلها اللي هي الفانيليا والدقيق والملح كويس جدا كده. وبعد كده هروح جايبة الخميرة الاساسية اللي هي الخميرة البيرة، شايفين ما شاء الله. بصوا برضو الخميرة بتاعتنا عاملة ازاي، بصي ما شاء الله، شايفة جميلة جدا. وهنزل بيها على الدقيق، مسيبش حاجة طبعا المكونات بتاعتك لان دي معاييرهم ايه، حاجات مقدرة ومظبوطة عشان كمية الدقيق بتاعتك. نبص بقى، بسم الله ما شاء الله، شايفين محسن الخبز اللي احنا عاملاه. بس بصوا بصوا ما شاء الله، شايفين عامل ازاي، هيخلي معاكي العجينة بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله يعني بامر الله تفور كده، فور زي ما بيقول. خلاص كده هنزل ايه كمان، هنزل بالسكر، باقي السكر بتاعي، باقي نص كوباية العجين كله يعني، نص كيلو اخد نص كوباية سكر باللي احنا حطيناه في الخميرة وفي المحسن. وهنزل بالزيت، تلت كوباية الزيت، خلي حبة كده للعجينة، انعم بيهم العجينة في الاخر. خلاص، وهبدأ اقلب بقى ايه الدقيق بتاعي بكل المكونات كده. خلاص خلصت كده عجينة ايه الشريك بتاعتي، هقلب بقى وهعجن، وهاخدها على الرخامة كده، وهاخد وادي فيها معنا طبعا مية دافية اهي للعجن. تمام، هنحط الميه حبه حبه، مش هقدر اقدر لك كميه الميه. ليه؟ لان هي بتبقى متوقفه على نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، زي ما قلنا كل دي طبعا. هي اخدت معايا اهو كوبايه الايه الميه ديت، تمام كده. انت زي ما قلنا كميه الدقيق، نوع الدقيق يعني تبع يكون عندك وتبع ما ياخد معاكي من الميه، ممكن ياخد الكوبايه كلها، ممكن ياخد نصها اقل ازيد تبع الدقيق اللي انت هتستخدميه. طبعا العجينه لسه زي ما انتم شايفين، ولسه بصي ملزقه في ايدي ازاي، عشان انا لسه ما خدمتهاش ولا اديتها حقها في العجنه، انا بس حبيت اوريها لكم اول ما نزلتها عشان لما تشوفوا شكلها النهائي. بصي لسه بتلزق في ايدي، احنا هنكون عايزينها ايه، عايزينها طري. شايفين بصوا الملمس، اكيد طبعا فاكرين شكلها في الاول كان ايه، وبصوا شكلها دلوقتي كلها اهي ما شاء الله، شايفين ناعمه ازاي وطريه وجميله. بصي 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 اهو، مهما بتشكلي فيها خلاص نعمت، ما بقاش فيها اي تشققات. خلاص كده، وده السمك المطلوب ليها. تمام اهو، شايفين الطراوه بتاعتها جميله جدا، وما عادتش بتلزق في ايدي زي ما قلت لكم. اهم حاجه في المعجنات عامه انك انت تديها حقها المطلوب في العجن، وكمان التخمير، وان شاء الله بامر الله تضمني انك انت تاخدي معجنات في الاخر تسويه مظبوطه، لون جميل، هشاشان المطلوب بامر الله. خلاص كده هنسيب بقى ايه المعجنات بتاعتنا او الشريك بتاعنا يرتاح. طبعا اخدت الزيت الباقي، اديت مسحه كده للطبق، تمام كده. وهاخد العجينه بتاعتي هحطها في الطبق وهسيبها تخمر زي ما تاخد بقى من وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ما شاء الله، شايفين العجينه بقت عامله ازاي، الله اكبر. لو ترجعوا بالفيديو وهتشوفوا التخمير كان يعني شكل العجينه حجمها كان قد ايه قبل ما تختمر، وتشوفوا التخمير بتاعها ما شاء الله، اللهم بارك، جميله جدا. تمام، انا بقى ايه مش هسقع يعني، مش هبرد العجين، تمام، مش هكوره كده على طبق ولا حاجه، لا انا هاخد منه هو في الطبق كوره كوره وهشغلها على طول. حابه انت تقصطي العجين وتقطعيه وتكوريه كوره كوره على طبق كده هو مع رشه خفيفه من الدقيق، ما فيش مشاكل، وتغطيه. بس انا بحب اعمل كده على طول، وكمان بيسرع لي، بدل ما اقعد ان انا اقطع 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 وبعد كده اشتغل تاني، باخد واشغل على طول. والعجين عشان واخد وقته في التخمير والعجن ان شاء الله مش هي ايه يعني، مش هيغلبنا في الفرد بامر الله. اهو بصي بقى كده، بسم الله، انا باخد كده اهو بقطع كده واحده واحده. انا هشكل اول صينيه معاكم، ماشي، هشكلها اللي هي ايه الكحك. انا هعمل منه شكلين او ثلاثه زي ما الولاد عاوزين يعني او بيحبوه، انت براحتك بقى في التشكيل. خلاص اللي انت عاوزه تشكليه، عايزه تشكليه كله شكل واحد من اللي انا هعمله مفيش مشاكل، عاوزه تشكلي برده نفس التشكيله اللي يريحك، ممكن حتى تعمليه قرص برده هيمشي، المهم في الاخر طعمه ايه شريك. خلاص كده، يلا بقى نحط كده ونغطيها برده عشان العجينه بتاعتنا ايه وشها ما ينشفش. تمام، الرخامه بتاعتنا نظيفه ما شاء الله يعني، منظفينها زي الفل. هنبدا ناخد كده
وهتبدأي هنا كده على الرخامة وتفقوي تاخدي كده من النص لبره، من النص لبره. شايفة ما شاء الله ماشية معايا، اللهم بارك، يعني زي الفل. شايفين؟ شايفين كمان ما شاء الله، بصوا يعني العجينة جميلة ومطوعة معايا ومش بتلم ولا أي حاجة. تاخدي من النص لبره، من النص عشان ايه ما تقطعش منك حتى كده، اللحية اللي تلاقيها مليانة منك لسه بالعجين يعني ما فردتش، تعالي عليها كده وايه ورليها. وهنبدأ كده، بصي هتاخدي كده اول الطرف كده اهو، وتمسكي براحتك بقى كده اهو، انا هعملها كده كده كده. وهنيجي ناخد ايه الطرف ده اهو، وهنحطه كده من تحت، تحت العجينة اهي، ونحط كده الصواني بتاعتي. هعمل بقى شكل جديد هوريه لكم، هركن الصينية دي او هخلص الصينية ديت وارجع اوريكم الشكل الجديد. تعالوا بقى نعمل ايه الشكل التالت مع بعض، التاني مع بعض. تمام كده، زي ما انتم شايفين كده انا اخدت 3 كور من العجين، التلاتة يكونوا في حجم متساوي على قد ما تقدري، تمام بعينك كده بالنظر يعني. هبدأ اخدها برضو نفس الحكاية اهو كده اهو، تمام، وهرولها برضو زي الرول التاني. بالشكل ده هاخد كل واحدة كده على ايدك كده اهو، سريح سريح هي هتظبط معانا. تمام اهو، على فكرة انا مش هعمل ضفيرة، اللي اتفرجت كده وفكرت، انا عارفة دماغك راح لايه، بتقولي هتعمل ضفيرة، لا مش هعمل ضفيرة. تعالي بصي انا هعمل شريك صوابع، صوابع الشريك انا عندي بيحبوها كده وبيطلعوها بعد كده بيفصصوها كده زي صوابع الفعيش، بتبقى برضو جميلة جدا على فكرة يعني اهي. وباخدهم كده وتمسكيهم التلاتة من هنا ومن هنا، خلاص اهم بالشكل ده شايفهم اهي. ومجهزة الصينية الثانية دي هعمل فيها الصوابع بالشكل دوت، صوابع الشريك كده بالشكل دوت، هحطها كده اهي. تعالوا بقى بصوا كده شايفين ده شكل الشريك بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. بعد ما اختمر طبعا الصوابع اللي كانت زي كده، انتوا كنتوا شايفين انا حطاها في الصينية المستطيلة، تمام، بس الكمية بصراحة كانت يعني قليلة على الصينية، فانا قلت ايه حبيت احطهم، هما جم متزنقين جنب بعض ما فيش مشاكل، بس عشان ايه يعني قلت خلاص كده احطهم في صينية صغيرة عشان ادخل الاتنين مع بعض في وقت واحد على ايه على شبكة الفرن. تمام معايا الصينية دي اهي، الصوابع اللي عملناها مع بعض شايفين ما شاء الله بعد ما خمرت معايا شكلها عامل ازاي، اللهم بارك. ودول الكحك الصغير اللي احنا عملناه مع بعض، بصوا برضو الكحكية بقت عاملة ازاي، الله اكبر. تمام كده، انا قلت لكم بقى ان احنا هنلمع الوش برضو، هندي ايه دهان كده هوت اقتصادي وجميل، وفي نفس الوقت برضو يدينا لمعة وايه ولون ذهبي كده جميل لايه للشريك او لاي معجنات. تمام تعالوا نشوف ايه هي. بصوا بقى احنا قلنا مفيش لبن او حليب يعني، مفيش بيض، يبقى فيه ايه، يبقى هناخد قهوة سريعة الذوبان، حبة كده ايه نص معلقة كده صغيرة زي ما انتوا شايفين اهو، تعالوا كده. تمام، وهناخد ايه مية، لا اكثر ولا اقل اهي، هناخد كده حوالي معلقتين بس كده عليها، وهقلبهم كويس لغاية لما القهوة بس تدوب معانا كده خالص. تماما براحتك بقى بالنسبة للوش، عايزة تحطي سمسم مفيش مشاكل، عايزة تحطي حبة بركة برضو مفيش مشاكل، اللي يريحك. مش عايزة خالص زي ما انا هعمل كده اهو، يعني انا ممكن احط سمسم على وحدات قليلين يعني، بس هما بيحبوه سادة من غير اي حاجة. وهاخد كده بسم الله وهبدأ امشي على وش ايه، شايفين ما شاء الله هيديني على فكرة لمعة جميلة جدا، انا مجرباها في اغلب المعجنات، بس الصواني بتلف مني عشان انا بس ايه ماسكة الموبايل وشغالة بايد واحدة. المهم انا وريتكم الاساس يعني اللي انا هعمله اهو، شايفة ما شاء الله خلاص. هات هنا، تعالي هنا، رايحة فين، هات هنا الصواني كلها. تمام بالشكل دوت الصينيتين، وانا مشغلة الفرن طبعا مهم. تمام هدهن زي ما انتوا شفتوا كده اهوت، هكمل دهن الصواني، مشغله الفرن على درجه حراره 180، هحطهم على الرف الاوسط لغايه لما ياخدوا معايا لون من فوق ومن تحت ويستوي تماما الشريك بتاعنا، وبعد كده نخرجه نغطيه بفوطه المطبخ، نفس الفوط مثلا اللي كنت مغطيها بيه وهو عجين هتغطيه على طول عشان الوش ما يبقاش ناشف معاكي، ويبقى اللقمه ايه طريه كده وجميله. تمام، وبعد كده نرجع نشوف الشريك بعد ما يستوي.
كده شايفين بسم الله ما شاء الله انا طلعت الشريك بتاعنا. طبعا الصينيه ديت بردت، انا طلعتها الاول تمام، بس هنا الصينيه ديت انا لسه مخرجاها. شايفين اللون، شايفين ما شاء الله القهوه سريعه الذوبان والميه عملت معانا اللون جميل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. لو حابه انك تديها لون تاني اكتر من كده ماشي، بس اللون الذهب الجميل دوت حلو جدا. هتلمعيها بقى بايه، فرشه كده وعليها مسحه من السمنه اهي، حاجه بسيطه كده. بصي حتى لو السمنه انا حبيت اوريك السمنه جامده بس اهي عشان تشوفي ان هنا السخونيه لسه سخن معايا اهو. بصي بيتسيح ازاي اهو، بصي كده بقى تمشي كده هيديكي ايه لمعه جميله جدا جدا للشريك بتاعنا. حاجه بسيطه جدا كده، شايفين شايفين لمعت معايا ازاي، شايفين شايفين هيديكي لمعه جميله جدا، ولا كانك بقى حطيتي ايه احسن بيض عليها ولا والحليب وكده واديتك اللمعه ديت، عشان احنا عارفين طبعا ان البيض والحليب بيدينا اللمعه الجميله ديت. بس احنا كده واتعملنا اللمعه الجميله واللون مع بعض وبدون تكاليف خالص خالص، حاجه بسيطه جدا جدا. طبعا انا هسيبهم ايه بس يهدوا كده اهوت، وبعدين اخرجهم وهوريكم الشريك بتاعنا. هنطلعه كده على صينيه ونشوف الكميه بتاعتنا دي ما شاء الله شكلها عامل ازاي، وعملناها من نص كيلو دقيق وتكاليف ما تذكرش. وبكده خرجنا الشريك بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده، انا عن نفسي بصراحة يا جماعة والله ما كنتش مصدقة النتيجة، يعني شوية دقيق وزيت ومية ويدوني شريك بالشكل دوت ما شاء الله اللهم بارك. يلا كده الكل يقوم يجربه، اقتصادي جدا جدا وجميل، واديكم شايفين النتيجة قدام عينيكم اهي اللهم بارك. يعني بصوا بصوا شايفين شايفين في حلاوة احسن من كده. بس طبعا اهم حاجة انك تستخدمي دقيق كويس تمام كده. والله على فكرة برضو انا جايبة دقيق جميع الاغراض يعني، بس من عند عطار انا واثقة فيه، بجيب من عنده الدقيق وعارفة ان الدقيقة بتاعته حلوة وجميلة وانا بستخدمها دايما في المعجنات وبتديني نتيجة كويسة تمام كده. فزي ما انتوا شايفين كده معايا، بصوا الشريك ما شاء الله، بصي بقى الطراوة شايفة، بصي بصي شايفة عامل ازاي طري ازاي زي السفنج كده وجميل، والتسويه ما شاء الله اللهم بارك اهي قدامكم جميله جدا جدا. بص الصوابع شايفه، بصي بصي حاجه جميله ازاي. عشان كده قلت لكم انا بحب اعمله الصوابع دوت، الولاد بيحبوهم بالشكل دوت جميل جدا جدا. ودوت الكحك اهو اللي احنا عملناه برده نفس التسويه شايفه اهو، بصي برده شايفه جميل ازاي خلاص كده. ودوت حبه حطيت عليهم السمسم كله نفس التسويه اهو، حاجه جميله جدا جدا ومش مكلفه. حبيت اعملها معاكم بالطريقه ديت سهله وبسيطه علشان تجربوها، واللي مش متوفر عنده مكون من المكونات يعني ما عنديش بيض ما عنديش حليب مثلا مش هعرف اشتغل ولا هعرف اعمل معجنات، لا ازاي هنعمل مع بعض كل حاجه ان شاء الله هنبسطها ونسهلها على بعض، وربنا ييسر الامور للجميع بامر الله. طبعا بقى اختي وحبيبتي فضلا منك وليس امرا للفيديو الجميل دوت، لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.